ايه يا حاج، مش هنروح يلا عشان نشتري مشتريات رمضان؟ هنجيب من النهاردة؟ ده لسه بدري يا نجلاء، لسه بدري يا حبيبتي. ولا نجيبه خلاص عادي يعني؟ واحنا يعني هنجيب كم مرة؟ هي هي مرة. مرة واحدة. بص يا حاجة، هو لسه فاضل 21 يوم على رمضان. كل سنة وانت طيبة وانت طيبة يا وطيبين، حاج. وولادنا وحبايبنا وكلنا طيبين، واللهم بلغنا رمضان. عايزة تجيب ايه يا قلبي؟ بص يا حاجة، احنا ايه هنجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها، زي ما يعني زي ما الناس بتجي. الناس بتجيب ايه بقى؟ اول حاجة طبعا يا مش رمضان، ايه اليميز دي؟ ايه هو ما اليميز؟ انتش عارفة اليمش؟ لا ما مش عارف يميش يعني البلح. ماشي، البلح سنة عن كل الرسول عليه حاجة السلام. بقى عندك، البلح والتين والقراصية والمكسرات والبندق والجوز واللوز لا 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 لا، رمضان قال احنا والخروب دول. وقمر الدين وتمر هندي حاجات بقى، المشروبات كده والمكسرات بتاعت رمضان دي انت عارفاها، رمضان بقى بيحب الحاجات دي كده، الاكل كده. لا، رمضان مش بيحب الاكل، انت بقى اللي بتحب الاكل. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. ماشي، كل واحد يجيب اللي هو عايزه، بس ايه؟ مش يا مش دي انا يعني مش طيب يعني انت هجيب. عايزة تجيب لنا ايه في اليميش يعني على قدك؟ والله كل واحد بتغطى باللحاف اللي على قده. كل انت واحد كل شوية تقولي لي مثل شكل. طيب يعني هنجيب ايه؟ هنجيب مثلا بلح والحاجات اللي بتتحط عليه، مكونات الخشاف اللي هو البلح. البلح دي، لا البلح دي ده ضروري، ده البلح طب دي ماشي. بنفطر عليه الأول طيب وكده، طيب ده بالنسبة يعني لليميش، يعني وبعدين نصلي وبعدين انت لغات اليميش نفطر بقى خالص، فطار عادي. انت لغات اليميش. ماشي، نخش بقى على اللحوم والدجاج والطيور والحاجات دي. هنجيب ايه؟ قولي يا نجلاء، انت عايزة ايه يا قلبي؟ مش هنجيب حاجات تكفي الشهر كلها ولا ايه؟ لا، رزق على الله، يوم بيوم ورزق على الله والحمد لله. يعني هنحوش يا يعني مثلا نجيب فرختين، ماشي حاجات، يعني مثلا 2 كيلو لحمة. على اساس في الاول بيبقى الدنيا زحمه هنا. لازم تكون عندنا حاجات أسبوع أو 10 أيام على الأقل، عشان مش كل يوم نروح ونيجي. في مثل بيقول لك على قد لحافك مدد رجليك. احنا إيه بناكل علاقة وكل اللحاف حاجه. دلوقتي لا بالموضوع؟ يعني مش زي ما انت قلت لي يا ميس رمضان وفراخ وحمام لا 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 لا، يعني ماشي ناكل كل حاجة ونعبد ربنا ومحدش يعني بيجوع، يعني كله هياكل ان شاء الله طيب الحمد احنا لله. طبعا عندنا تفريزات رمضان دي اساسي، مفرزين التلاجة طول السنة. تمام. يعني ايه تفريزات دي؟ تخزين يعني. عادوا بيقولوها دلوقتي تفريزات. دي قديمة بقى. الموجود يا قلب انت بقى. مش عندك مثلا كيسين بامية، كيسين بسلة، كيسين قلقاس كده يعني؟ حاجات يعني عادية يعني خالص، يعني مش والسوق هيبقى فيه خضروات كل حاجة. وفواكه. كل السوق مال هيبطل؟ هو امال يا حاجة، الناس اللي عمالين طول يحولوا دول السنة، بقى. طول السنة ما الناس يا حاجة بتجيب. يا حاجة، انت ما انتش عايشة معانا خالص. الناس عمالة تملى تلاجاتها وتملى الدواليب بتاعتها وتملى حاجات، يا ست الله يعينهم. والمطابخ عمالين بيملوا ويخزنوا حاجات عشان ما رمضان، تخش ده انت واحنا هندخل القنطرة. على رمضان كده بإيدينا فاضية. ندخل على لا نجيب له ايه؟ عايزة ايه؟ هاتيله حاجة بقى، هاتيله يا اختي فانوس رمضان وقولي حلو يا حلو، رمضان كريم يا وحوي حلو. يا وحوي. وحوي يا وحوي، ايه رمضان يجي علينا بخير جميعا، وعلى امته واخواتنا وحبايبنا واولادنا وبره مصر وخارج مصر، وحبايبنا كلهم يجي طب عليهم دايما بخير. الحلويات بقى دي ما تتكلميش فيها، عشان الحلويات دي انا بحب اكل حلويات في رمضان. اعجني، هو حد بجيله نفسي بعد لا انا مش الفطار؟ هعجن، انا هشتري جاهز. لا مش قصدي اعجني يعني. اعجن في الاكل يعني. ده الواحد يعني يا دوبك بيشرب
حبة العصير والمية وقولي الحمد لله، يعني ماشي. يعني بعد بعدها افرض عاجل. ان انا عايزه اكل حاجه حلوه، عايزه كنافه، عايزه قطايف، وانا عايزه يعني بلح الشام، يا فراشة يعني هو انا ما بجيبش يعني. يعني هنشتري وقتها، يعني اليوم اللي نحتاج نروح نشتريه. اما هنجيب نخزن الحاجات الحلوة كمان. لا هي ما بتتخزنش بصراحة. اهدي ايه الحبة، ما هو كنافة اللي بنعملها، قطايف إيه، مهلبية، جيلي، هنعمل ايه عادي خالص يعني، ما فيش اي حاجة. عايزة تشتري اي، بنجيب بوظة من عند بركات جميلة قوي، دي بقى مشهورة يعني عندنا البوظة الجميلة دي، عرق سوس، بس انا ضغط عالي بقى ممنوع من عرق سوس، هو جميل بيعدي علينا. طب يا حاجة عصير بص جوافة اقول لك على حل حلو. تواضع، ما فيش احسن منه. احنا نجيب على قدنا ان شاء الله احتياجاتنا ان شاء الله الأساسية، طبعا. يعني مثلا الفستق والبندق وعين الجمل والحاجات دي ملهاش اي 30 لازمة. ولا فوز هو غلى وخلاص، لا لا مش هينفع، احنا نجيب احسن رضا على قدنا الحاجات الحمد اللي لله. احنا بنستهلكها، الحاجات اللي احنا بناكلها، الحاجات الأساسية بتاعتنا. انا عندي الاساسيه على الفطار هو التمر البلح ماشي، وعصير برضو. وعصير، ماشي، وعصير جوافه. انت ما بتحبش العصير اللي بره يعني، عصير جوافه، عصير برتقال، عصير موز بلبن، عصير موز بلبن، عصير فراولة. عصير فراولة، دي طبيعية دي حاجة عادية يعني. بس أنا ما خزنتش حاجة ولا جبت حاجة لعندي دلوقتي، كل بص يا حاجة حاجة، موجودة في السوق. الاعتدال كويس، نعم يعني ما فيش بدون إفراط ولا تفريط، يعني ولا نجيب كتير قوي ولا ما نجيبش حرام خالص، حرام ان يعني الناس الاعتدال ترمي كويس. لا طبعا. وبعدين احنا برضو بنطبخ مثلا الأكل اللي يفيد تاني يوم ما احنا بناكله. بناكله طبعا، امال هنرميه؟ ده في ناس يا حاجة في رمضان دي بتلاقيها عاملة على الفطار المكرونة البشاميل والرقاق والملوخية واللسان لا لا العصفور لا 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 لا، واللحمة والبط والفراخ، ويترمي الاكل. ومثلا ياكلوا منه تاني يوم وبعد كده طبعا بيبتدي طعمه يتغير فبيرموه، ومع ان في ناس محتاجة الاكل ده. لا احنا عادي بنعمل طبخة أكلة واحدة، مش هنقول أكلة كاملة نفضل تاني يوم بناكل عادي أي حاجة يعني. الرحمة حلوة من عند ربنا، ماشي، كل واحد حر في تصرفاته. والعزايم، العزايم دي رمضان بقى حلوة، ماشي حلوة في ماشي، بس العزايم. انا يعني بس ايه، أنا بصراحة نوع يا نجلاء، بتحبش العزايم؟ أنا مش عايزة ولا أعزم ولا تعزم، أنا قاعدة لا ببيتي. يعني ابنك لو عزمك مش معقول هترفض العزومة؟ أنا ما أقدرش أطلع رابع دور، أنا لا، أنا ما أقدرش أطلع رجلي. إن عزمني ماشي، يا مرحب يا مرحب، بس أنا ولا بعزم ولا مش بس عايزة بصي يا أتعزم. حاجة، هي أجمل حاجة في رمضان الروحانيات بتاعته والصيام والصلاة، ونروح المساجد كده ونصلي اللهم صل ونصلي على النبي. التراويح طبعا ونقيم الليل، دي أجمل حاجة في رمضان. إنما الأكل هو الأكل العادي. ما ينفعش في البيت، طب ما هو في البيت كل حاجة، وكل حاجة بتعملها لا في أنا البيت. بحب أروح المسجد كده، بحس براحة نفسية كبيرة وأنا في المسجد وأنا لا بصلي، انت فاكرة يا رب انت يا رب بتحبي يا رب، البلكونة وتقعدي ونقرأ القرآن كده نختمه مرة ايوه واتنين وتلاتة. يا رب دي يا رب يا رب الحاجات دي أهم يا من رب، فك المشتريات كربك وأهم من الأكل وأهم من التفريزات وأهم فك من ده كربك كله. يا نجلاء، إن شاء الله إن شاء وتعملي كده العادة اللي إن انت شاء الله بتعمليها، يا رب يا رب. ويعودها علينا الأيام بخير وحرام. وكل سنة وحبايب قلبي طيبين طيبين وبخير. ومتهنيين على عيالهم وحبايبهم، وكل سنة وانتوا طيبين يا قلب قلبي، يا قلب أم خالد وقلب الفراشة حبايبنا. احنا النهاردة حبينا نشارك معاكم الفيديو ده عشان نوصل لكم رسالة ان الاعتدال في كل شيء كويس والاعتدال مطلوب. الحمد لله. يعني
إن المبذرين كانوا إخوان وكل الشياطين، واحد وفي حر. نفس الوقت ما نجيبش قليل، يعني نجيب في يعني المعقول. لا نمسك ولا نبذر، كده يعني الحمد لله. نجيب احتياجاتنا الضرورية، وحتى لو فاض عندنا أكل مثلا وإحنا مش عايزين ناكله، ممكن نتصدق بيه لحد محتاجه. لا احنا بناكله تاني يوم عادي يعني يعني. مثلا ممكن يكون جار لنا فقير أو مسكين أو يا ما شيخة لو عندوش. باظ حتى في فراخ حد بربي ماشي، لا بس لو في ناس احنا يا ما حاجة ما بنربيش بتحبش تاكل فراخ. الأكل البايت، فممكن تطلعه وتتصدق بيه. لا احنا بنحب البايت عادي، الاكل البايت ماله يعني، في التلاجة محطوط. ويا رب يا حبايب قلبي رمضان يجي عليكم بكل خير وصحة وسعادة يا رب العالمين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش لايك 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 للفراشة نجلاء عبد الخالق. والسلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته.